بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا هذه الحصة الأخيرة في عصر الضعف في جانبه الشعري، معناها مش من ناحية الشعر، هذه الحصة الأخيرة تفهمين، هذه الحصة الأخيرة من جانب الشعر. رح نقرأ إن شاء الله شعر الزهد. كنا قد تحدثنا سابقا على نوعين من الشعر، شكون الأشعار اللي قريناهم؟ شعر المدائح، جميل جدا، وشعر التعليمي. وشعر التعليمي الذي كنا قد تحدثنا عنه، قلنا بأنه يشبه شعر زهد أو هو تماما، معنى عنده نفس الحكايات نفس الأفكار. إذا اليوم إن شاء الله رايحين نشوف شعر الزهد. شعر الزهد هو آخر فكرة في عصر الضعف، فهمينا؟ قاتلنا النثر العلمي احنا نقراهم بعدين، معناها بعد ما نكملوا الأشعار ولا الأغراض الشعرية ولا الألوان الشعرية التي كانت شائعة في هذا العصر. طبعا شكون يذكرني بخطوات التعريف؟ ما هي خطوات التعريف؟ أي جنس أدبي؟ لون الأدبي؟ ما هي الألوان الأدبية الموجودة؟ شعر ولا نثر؟ وقادرة تكون، ما كانش لون أدبي، قادرة تكون لك ظاهرة نقدية. جيد. زيدوا الحاجة الثانية اللي لازم نديروها شنو هي؟ الحقبة ولا العصر؟ الحقبة واش راح تكون عندنا؟ قلت لكم قديم أو حديث، تفضلي. قديم والله حديث، قديم ولا حديث؟ بشرى اروح تفضل. كاين كراسي، كاين ثلاثه صح، قديم او حديث. اذا قلنا الشيء الاول وهو اللون، نقولوا عليه شعر او نثر. الشيء الثاني مهم جدا، واش نقولوا عليه؟ الحقبه، قديم او حديث، بدون الاشاره الى الحقبه الاصليه اللي هي العصر العباسي ولا الاموي ولا عصر الضعف، بدون اشاره الى ذلك. مهم إضافة إلى شيء آخر هو التعريف. التعريف شو عدير فيه؟ راح تقول لي يتناول أو يدعو. إذا كان شعر سياسي فهو يتناول مواضيع سياسية كالاستعمار والاستغلال والاستبداد وغيرها. إذا كان موضوع اجتماعي ولا شعر اجتماعي فهو، شكون يعرف لي الشعر الاجتماعي انطلاقا من هذه الأفكار الثلاثة؟ شكون؟ يلا إيمان تفضلي. شعر اجتماعي هو لون شعري جيد، حديث جيد، يتناول القضايا الاجتماعية تضرب مثال، كالفقر والأمية والجهل وغير ذلك، وكنا قد تحدثنا عن ذلك سابقا. الشعر الرومانسي هو شعر إنساني. عياطة يلا عرف، هو لون هو لون شعري حديث، لون شعري حديث، يتناول قضايا إنسانية، قضايا إنسانية كالتفاؤل والتشاؤم وغيرها. إذا حبيت تعرف المقال فلك أن تعرفه كنوع تعريف شائع في المقال، هو قطعة نثرية محدودة الطول تعالج مواضيع معينة كالإنسانية والاجتماعية وغيرها. الآن هذا التعريف ناقصته حاجة، ما هي الشيء الذي ينقص هذا التعريف؟ شنو الحاجة اللي ناقصته؟ ها؟ لو أنا قلنا قطعة نثرية معناها اللون نثري، جيد جدا، ناقصته الحقبة، متى ظهر هذا اللون؟ فاهمين وش فاهمين؟ وبالتالي تقدر تقول قطعة نثرية ظهرت في العصر الحديث، أنا حديثة، ما تقولش قطعة نثرية فقط. وبالتالي خطوات التعريف أو طريقة التعريف، منهجية التعريف، يجب أن تمر بثلاث خطوات مهمة جدا، وهي الجنس الأدبي لو جونغ ليترار، الحقبة وهي ليبوك يعني الزمن الذي أتت فيه هذه القصيدة ولا أتت في هذا الأمر، ثم التعريف ماذا يتناول، إلى ماذا يدعو. قال مثلا المقال هو لون نثري حديث يتناول مواضيع إنسانية نقدية أدبية وشمعية وغير ذلك. الشعر السياسي لون شعري حديث يتناول مواضيع سياسية كالاستعمار والاستغلال وغير ذلك. الشعر الاجتماعي هو لون شعري حديث يتناول قضايا اجتماعية كالفقر والأمية وغير ذلك. هذه التعريفات باختصار. الآن قولوا لي الآن شكون يعرف لنا الزهد من انطلاقا من هذا التعريف؟ يلا عرفوا لنا الزهد. هو لون شعري جيد، لحظة، هو لون شعري هذا رقم واحد صح ولا لا؟ قديم. متى شاع هذا الزهد؟ هذا لا شاع في العصر العباسي. متهمي ايش قلت لكم؟ ما تقولوش شاع في عصر الضعف او شاع في، قول قديم وخلاص، لانك ماكش ما عندكش قدره باش تحفظ تلك العصور كامله. مره تقولي العباسي، مره الاموي، مره كانوا يقول لك مثلا شعر المعارضات. شعر المعارضات بكالوريا 2018، شوف معايا مليح، بكالوريا 2018 شعبه اللغات. شعبة اللغات داروا لكم أحمد شوقي على المدائح النبوية، صح ولا لا؟ أحمد شوقي، إحنا كلمة المعارضات في الأدب العربي، المعارضات معناها التقليد والمحاكاة، هيجيك غريبة.
تقولي أستاذ معارضة أي أنه فلان عارض فلانا أي قلده وحاكاه في الأدب. أنا نحكي الأدب هذا فن اسمه فن المعارضات، هذا جل جمعة اللغات سنة 2018. لما أنت تشوف تقول هذا الشعر يقول لك متى شاع هذا الشعر، هو شاع في العصر الأموي. راك معايا ماكش معايا؟ شاع مع نقائض جرير والأخطل وغير ذلك. أنت ماكش عارف العصر الأموي، ربما تنسيته والله. وبالتالي الأحسن أنك تقول لون شعري قديم وانتهى، متفاهمين؟ لا تشير إلى العصر الذي وجد فيه، لأنك بمجرد ما تقول قديم راك أشرت إلى أنه ليس حديثا وانتهى. لون شعري قديم ماذا يدعو؟ ماذا يدعو إلى؟ ماذا شعر الزهد؟ ما نقولوش يدعو إلى جيل إلى التوبة كملوا وترك المعاصي والملذات والشهوات وغيرها. أستاذ حبيت نسقسيك سؤال. واحد المرة قرينا الكثير من قصائد المدائح، صح؟ قرينا ثلاثة أو أربع قصائد مديح أو أربع أو خمسة أو أكثر قاع. هذه القصائد اللي قريناها فيها جزء يتحدث عن الزهد، فيه جزء يحمل عاطفة الندم. في قصيدة وافاك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه ويؤنب. هل الزهد هنا هو فكرة أم هو نوع أدبي؟ هل قال لا لا نوع أدبي؟ بمعنى هذا النص اللي قريناه هو نص المدائح والزهد مخلطين في نص واحد، ولكن ما الذي يغلب عليه هنا؟ الغالب المدائح. خلاص متفاهمين؟ الغالب هو المدائح. فاهمين شو فاهمين؟ مثلا كن قرأنا روح القصيدة الأخرى، يا من خزائن جوده مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال عفوك للعصاة فسيع. إذن هنا هذه زهد، صح ولا لا؟ زهد داخلة في فكرة، داخلة في نص معين وهو نص المدائح. بمعنى أن النص تعنى مدائح ونصه زهد. إذا جاء نص يحكي عن ندم والتوبة وحدها فهو نص زهد. ورأينا ذلك في كتاب مدرسي في قصيدة سموها لي القصيدة تاع ابن الوردي ولا ابن نباتة، قصيدة أستغفر الله لا مالي ولا ولدي، كملوا، آسى عليه إذا ضم الثرى جسدي، عفت الإقامة في الدنيا لو انشرحت حالي، فكيف وما حظي سوى النكدي. هذه قصيدة تدل على الزهد وحده فقط، ما فيهاش مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، متفاهمين؟ بمعنى المدائح والزهد قادرين يتخلطوا لي في قصيدة واحدة. ما هي أفكاره؟ عنده فكرة واحدة هنا يعني. ها؟ التذكير بماذا؟ بالآخرة. التذكير بالآخرة يكون عن طريق ماذا؟ يكون عن طريق شيئين، يكون عن طريق التذكير بقدرات الله تعالى، أو يكون التذكير بالموت. معناه يذكرك بالآخرة عن تذكيرك بالموت وعذاب القبر وغير ذلك، يذكرك بفناء الحياة ولا يذكرك بقدرات الله تعالى كما سوف نرى اليوم. أيضا عندنا فكرة أخرى وهي التذكير بالآخرة، عندنا أيضا الدعوة إلى كملون التوبة. وقلنا بأن الدعوة إلى التوبة عندها أسلوبين، أسلوب مباشر أسلوب غير مباشر. وشكون يذكرني بالأسلوب المباشر؟ إيش معنى الأسلوب المباشر؟ أسلوب الأمري، جيد جدا، أسلوب أمري كما رأينا في قصيدة اعتزل ذكر الأغاني والغزل، جميل جدا. وعدنا الأسلوب غير مباشر بمعنى كما رأينا في قصيدة البوصيري، وافاك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه، يعني النصح بطريقة غير مباشرة. وكنت قد حدثتكم عن هذا الأمر، بمعنى أنه قادر ينصحك بالأسلوب المباشر، راجع دروسك، اكتب دروسك، واسي كذا، قدر يوسيك يعني يذكرك بأسلوب غير مباشر كقوله البكالوريا رها كربت، البكالوريا رها صعيبة هذا العام، البكالوريا اللي ما ينجحش راه إنسان فاشل. يعني كاين أسلوبين للتذكير، هذا الأسلوب سميناه الأسلوب الوصي. هذا الأسلوبين يخدمهما نمط الحجاجي. طبعا ما هي عواطفه؟ عدنا حالة من الحالتين، قادر يكون لنا خال من العواطف إذا كان شعر تعليمي. أستاذ ما الفرق بين شعر التعليمي وشعر الزهد؟ أنا كنت قد حدثتكم سابقا بأن شعر الزهد يجمع شعر يدعو إلى التوبة، يدعو إلى تذكر الله تعالى، يدعو إلى العودة إلى الآخر، يدعو إلى ترك الملذات والشهوات وغيرها، يدعو إلى الاستغفار. هذا هو الشعر اسمه شعر، صح؟ نواصلوا. إذا قلنا بأن النمط لازم يكون نمط وصفي، اسمع زين،
نمط وصفي او نمط امري، معناها على حسب الاسلوب اللي راك تستعمل فيه، وريح تلاحظها بكل بساطه. معناها النمط نتاعك راح تلاحظه بكل وضوح، ما تكسرش راسك فيه. معناها تقول نمط امري ولا وصفي، معناها قد تشوف تلقى الاوامر كثيرا اذا هو نمط امري، لقيتش الاوامر كاع فهو نمط وصفي. اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقول الحق وجانب منازل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل. اي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير من اطلب العلم ولا تكسر. يعني هنا النمط امري واضح، فهمينا؟ يساعده النمط الحجاجي. ما هي الظواهر المحتمله في ظاهر في 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 شعر الزهد؟ عندنا ظاهره الاولى شكون الاقتباس؟ شكون يقول لي الاقتباس ما هو؟ حبس بتعريفها هي ماذا؟ جميل جدا، هي ظاهره نقديه، هذه لازم تعرفها، ظاهره نقديه. تعني ماذا؟ تعني ان ياخذ الشاعر من ماذا؟ ان ياخذ الشاعر من القران الكريم. جيد جدا، ان ياخذ الشاعر من القران الكريم. قلت لكم بان هذه الظاهره خاصه بالعصور القديمه، معناها كي يعود مثلا مفدي زكريا اخذ من القران الكريم ما يسموهاش ظاهره الاقتباس، وش اسمها؟ جيد، ظاهره التناص. مثلا مفدي زكريا ما نقولوش يقتبس، نقولوا يتناص. هذاك التناص نخرجوها فيها، يتناص مع القران الكريم. مثلا مفدي زكريا يقول تاذن ربك ليله قدري والقى الستار على الف شهر وقال له الشعب امرك ربي وقال له الرب امرك امري. مفتي زكريا يتناص هنا مع سوره القدر. جميل جدا، مع سوره القدر التناص واضح جدا هنا. لما مفتي زكريا يوظف ايه قرانيه ولا يوظف كلمه قرانيه فيسموه التناص. كان نعودوا مع بوصيري ولا ابن نباته ولا ابن الوردي واسمها الظاهره، سموها ظاهره اقتباس، يتبدل اسمها، يتبدل اسمها. شكون اللي مازال مش فاهم الاقتباس التناص؟ شكون اللي مفرقش بين الاقتباس التناص؟ مازال ما تفرقش بينهم، ركز مليح. مثلا انا مفدي زكريا، قول ايه مفدي زكريا، حديث ولا قديم؟ حديث، صحيت. هذه البوصيري حديث ولا قديم؟ قديم. جيد جدا، الاقتباس و التناص. هذه زميلتي سموها البوصيري في العصر القديم، انا يسموني مفدي زكريا في عصور حديث. تخيل معايا انني انا وش قلت؟ انا مفدي زكريا، وش قلت؟ قلت اذا جاءت ساعه يا لها وزلزلت الارض زلزالها، تسير الجبال على سرعه كمر السحاب طرحاله. انا مفدي زكريا، ظاهره اسمها ظاهره التناص. حتى وراك هزيت ايه، راك فاهمين الحكايه مين؟ مادام انا مفدي زكريا وظفت ايه يسموها ظاهره التناص، لازم قبل ما نشوفوا شكون اللي وظف الايه وش من عصر راه فيه. اذا كان في عصر حديث، اسمع زين، سموها التناص. لو ان هذا البوصيري هو اللي وظفها وش سموها؟ ظاهره اقتباس. فهمتوها؟ بصح اذا كان وظفها شاعر في العصر الحديث سموها ظاهره التناص. وكنت قد حدثتكم بان هذه الظاهره جاءت مرتين في البكالوريا، نعطيكم المرتين. بكالوريا 2010 شعبه العلوم التجريبيه، الموضوع الثاني. نعم، بكالوريا 2011 شعبه لغات اجنبيه، جات للغات وجات للعلوم. ركزوا معايا، هذه ظاهره مهمه جدا، راح نقراها بالتفصيل. الشاعر لما يوظف شعر سابق اسمها ظاهره، ظاهره التضمين. استاذ حاب نسقسيك سؤال، كيفاش حتى نعرف بانها ظاهره التضمين؟ ضمن. جيد، انا دوكا ما عنديش هذه الثقافه الكبيره، انا لا امتلك تلك الثقافه حتى اكتشف انه وظف بيتا هنا او وظف بيتا هناك. لا، ما يجيش سؤال هكذا، يعطي لك البيت سؤال يقول لك، يقول الشاعر المتنبي: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. من بعد يسقسيك السؤال، هات، ايش معنى هات؟ اوجد نظير هذا المعنى من النص، معناها جيب لي النص السؤال البيت اللي يشبه لهذا البيت. هاك فهمتوا ما فهمتوش؟ معناها مش يقول لك روح جيب لي التضمين من، لا لا، هو يعطيك البيت ويقول لك جيب لي البيت اللي يشبه له. فهمتوا الفكره؟ جميل جدا، صح. كان يعود مفدي زكريا دا بيت مع شاعر واحد اخر اسمها ظاهره، سموها ظاهره التناص. في العصر الحديث التناص ما يفرقش بين الاقتباس والتضمين، تناص تناص. الدا مادام قام بعمليه الاخذ، ما يهمنيش منين قام بعمليه الاخذ، هل من القران الكريم ام من عندي شاعر سابق، لا يهم. خلاص فهمتوها؟
رواده من رواده؟ تفضل. شعر الدين، عندك شعر الدين راك في عصر الضعف، شعر سياسي راك في عصر الحديث، شعر اجتماعي راك في عصر الحديث، ما يهمكش معايا. الشعر الديني وين ما كان راك في عصر الضعف. ايش عندنا هنا الشعراء؟ رائدهم هو من؟ البوصيري. ايضا من؟ ابن عربي. ايضا من؟ ابن نباتة. ايضا من؟ ابن الوردي. ابن الوردي. وقلت لكم اضفنا ايضا صفي الدين الحلي، لاننا صفي الدين الحلي. علاش انا درت هذونا؟ لان هذو راح نحلوا عليهم نصوص، كل واحد نحلوا عليه سوجي. كي تحل سوجي تشفع على اسمه. ركزوا معايا، ما هي نزعته؟ دينيه. ممتاز. دينيه اصلاحيه. ما هي قيمه؟ دينيه. ما هي دوافعه؟ من يذكرني بدوافعه؟ سيدو انتشار اللهو والمجون. زميلتكم قالت لي محاربه اللهو والمجون، ما هذا؟ هذا هدف مش دافع، هذا هدف. انتشار اللهو والمجون جيد جدا. الحملات الصليبيه لا مش ضياع الكتب، ضياع الناس، ضياع الناس، ضياع الكتب. راها اسباب ضعف، اسباب تراجع الشعر. انا راح نوزع عليكم القصيده، تفضلي. راح نوزع عليكم القصيده الان. القصيده صلوا على رسول الله. الشاعر هنا يستذكر قدرات الله تعالى، يستذكر قدرات الله تعالى قائلا: جل الإله، جل بمعنى عظما، جل الإله فما تحصى معارفه. معارفه لا تحصى، قدراته لا حدود لها. جل الإله فما تحصى معارفه ولا عوارفه ولا مواهبه. معناها الإله تعالى ربي سبحانه لا حدود لقدرته ولا يتصورها عاقل، لأنها فوق طاقة العقل. العقل تعالى ما قدرش يتصورها لأنها فوق الطاقة تاع العقل تعالى. جل الإله فما تحصى معارفه ولا عوارفه ولا مواهبه، ولن يصاحبه من خلقه أحد. لا يمكن أن يكون بشر يصاحبه في الخلق أو يصاحبه في التسيير، لا بشر ولا غيره. ولن يصاحبه من خلقه أحد، ولكنه الله في المشروع صاحبه، ولكنه المتفرد بتسيير هذا الكون، ولكنه ماذا؟ المتفرد بماذا؟ بتسيير هذا الكون. ولكنه الله في المشروع صاحبه، ومن يكن بذا الوصف فرض به ربا. ومن يكن بهذا الوصف يعني له قدرات لا محدودة على الخلق، ويعني تعتقدون أن هذا الكون المحكم، هذا الكون يعني تخيلوا معايا، تخيلوا معايا أن نحن كسكان كرة أرضية، يعتقد إنسان يقول أنا ندير أنا نعمل، وهو لا شيء. هو بالنسبة للكرة الأرضية لا شيء، هو الكرة الأرضية التي لا تمثل شيئا من 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 مجرتنا برك، التي لا تمثل شيئا، مش من مجرة، من المجموعة الشمسية فقط. الكرة الأرضية لا تمثل شيئا. لما تدخل اليوتيوب تشوف المجموعة الشمسية، تشوف كرة أرضية مجرد نقطة فقط، نقطة فيها عبد مخنن منش عارف وين ساكن في قلب إفريقيا يتحدى الله تعالى ويقول ألا من أنت؟ شكون أنت؟ فهمتوا الحكاية؟ يعني هذه المجرة التي فيها مجرة تاعنا برك درب التبانة، التي فيها ملايير السنوات الضوئية. على بالك واش معنى السنوات الضوئية؟ ما بالكمش شيء لا يتصوره عاقل. مثلا ها الضوء، السرعة تاع الضوء شحال؟ 300 ألف كيلومتر في الثانية. بمعنى الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية. بمعنى الضوء، الضوء ربما يقطع الكرة الأرضية في ثانية. ثواني بركة كذي، فهمتوني؟ تنتهي الكرة الأرضية ثانية واحدة. تخيلوا معايا أنتم الضوء يمشي بهذه السرعة مدة مليار سنة. مليار سنة هو يمشي بسرعة 300 ألف كيلومتر. معناها كي تعود تمشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من 100 كيلو تلحق الجلف. بصح تخيل تمشي بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية. مليار سنة وتتمشي،
به تخلص المجرة نتاعك برك، المجرة البسيطة جدا. وكاين يقال أن هناك تريليونات من المجرات، معناها أرقام كبيرة جدا لا يمكن تصورها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى رحلة المعراج سألوه عن الجنة والنار، قالوا له الجنة وش كيفاش يعني، قال لهم ما لا عين رأت، معنى حتى ونوصفها لكم لا يمكن أن تتصوروها لأنها تفوق طاقة البصر، تفوق طاقة العقل. ما لا عين رأت، كملوا، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. معناها مستحيل تقدر تفكر فيها كيف دايرة، مستحيل، شيء رهيب جدا. هذا هو الله تعالى خالق كل شيء. مش معايا؟ وتجد إنسانا لا يمثل، أنا قلت لكم جزءا من متر هكذا، لا يمثل شيئا، ويقول أنا وأنا أفعل وأنا. فهمتوني فهمتونيش؟ نواصل نواصل. جل الإله فما تحصى معارفه، ولا عوارفه، ولا مواهبه، ولن هذه حرف يعني قطعي، لن معناها في المستقبل طول مستقبل، معها لا يمكن. ولن يصاحبه في خلقه أحد، ولكنه الله في المشروع صاحبه. ومن يكن بذا الوصف فارضى به ربا، ارضى به ربا، لقيت وحكي معاك ارضى به ربا، فإنك بالبرهان ماذا كاسب. هنا عندك برهان، كملوا معايا. لولا الوجود ولولا سر حكمته لما كان لي أمل في من أصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له من يحاسب الناس يوم القيامة، نار القيامة وشكون اللي يحاسب الناس؟ قال الله تعالى هو من يحاسب الناس يوم القيامة. قال الرجل الحمد لله لمزية، أي السلام عليكم. يعني لو أنه كان بشر مهما كان معصوما حينما يحاسب الناس لابد أن يستعمل الحسابات على العشيرة وابن عمه وأهله وجيرانه، يبدأ بهم الأولين. معاك معايا؟ الله. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله هو من يحاسبه. قال الحمد لله. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني رزقكم أنتم عند ربي سبحانه، ما تخاف جياع. فهمتون فهمتوش؟ النبي الله تعالى يرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعودون. العيل هذا صباح العصفور هذا حينما ينطلق صباحا هل كان يفكر باللي نلقى خدمة ما نلقاش، نلقى الكسرة ما نلقاش، نلقى الأكل ما نلقاش؟ هل يفكر كما يفكر إنسان؟ وهذا يدل على أن الإنسان كائن وقح، كائن وقح. ما معناها وقح؟ معناها يفكر في غد، كما يقول اليوم ماضي يا من يفكر في غد في يومه، يلي راك تخمم في قدوة تسعرها اليوم. يا من يفكر في غد في يومه قد بعت ما تدري، اللي هو اليوم، بما لا تعلمي، بعت ما تدري اللي راك عايشة بشيء لا تعلمه. جل الإله فما تحصى معارفه، ولا عوارفه، ولا مواهبه، ولن يصاحبه في خلقه أحد، ولكنه الله في المشروع صاحبه. ومن يكن بذا الوصف فارضى به ربا فإنك بالبرهان كاسبه. ها؟ لولا الوجود ولولا سر حكمته، كل ما جاش يعني الوجود، ما كان لي أمل في من أراقبه، كما جيتش على بالي بأن الله تعالى هو الذي يحاسب الناس، كرة ما عنديش أمل. ما عنديش أمل، ما يكونش عد صحونا مستحى جمع. لولا الوجود ولولا سر حكمته ما كان لي أمل في من أصاحبه. العفو أولى بنا، العفو نحتاجه، العفو نريده، العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم. هنا هذه الدعوة الصريحة المباشرة، طلب المغفرة الصريح. فاغفر للعبد المسيء تكرما، إن الكريم عن المسيء صفوح. الآن اغفر مباشر، بصح إنها مش مباشر، أحثهم لحظواش بأن طلب التوبة هنا غير مباشر، طلب الغفران غير مباشر، أحثهم لحظواش. لأنه في القصيدة اللي فاتش قرينا فاغفر للعبد، اغفر أمر والغرض منه الدعاء، يعني وصل مباشر. في قصيدة أخرى وقريناها وشني يقول أبي نواس بعدما قضى من عمره الكثير، من لما تاب قال وش يقول أبي نواس؟ إن كان جيد ربي إن عظمت ذنوبي كثرة كفرت بزاف، فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا محسن، إذا كان يجوق المسلمين والمؤمنين واللي صلوا، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ هذا وين يروح؟ هو يهدر على روحه، أكفهمي؟ يعني هنا يستعطف الله تعالى، فهمتوني فهمتونيش؟ وبالتالي وش قال هنا؟ العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم. العفو رانا محتاجينه ونحن نعرف أنك ذا كرم. العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم. كملوا. فإنني عارف بمن أراقبه، معناها راني واثق في الإنسان، في عفوا راني واثق في من أعبده، راني واثق، عندي ثقة عظيمة في من أعبد، عندي ثقة عظيمة في من أراقب. المراقبة هي العبادة، من راقب الله راقبه، معناها من يعني عبد الله تعالى يعني وجعله من أوليائه واصطفاه، فهمتوا الحكاية فهمتوش؟ بمعنى ماذا؟ قال له العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم. إيه؟ لا 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 قبلها قبلها. فإنني عارف بمن أراقبه، راني عارف، عارف هنا القصد منها واثق، واثق فيك بأنك غفور رحيم. فإنني عارف بمن أراقبه. كملوا. الله يغفر لي ما قد جنته يدي. وكنا قد تحدثنا سابقا بأن الفعل الماضي له دلالته، الفعل الماضي عنده دلالة يدل عليها في عصر الضعف. ما هي دلالة الفعل الماضي؟ مش ندم، يدل على المعاصي والذنوب. الفعل المضارع هو الذي يدل على التوبة والندم. الماضية ما قد جنته يده، معي مكش معي. فالله يغفر لي ما قد جنته يدي مما يكون لي أقاربه، يعني أحاذره مما يكون لي من الذنوب التي أخاف منها. كمان كشمان معناها راني جيك ربي سبحانه، وانا لا من جاء لي منك الا اليك، لا مكان الجا منك الا اليك. معناه كانك واحد سالك دراهم، تروح ليه الصباح تقرب عليه تقول له راني عارفك تسالني الدراهم بصح الله قال براه ما عنديش، راني جيتك وانت دبر راسك. فهمتوا المساله؟ معناها يا الله انا واقف ببابك ولا امتلك حلا اخر. فهمتوا شنو؟ نكملوا. فالجهل غالبته. شوف شوفوا شوفوا الاستعطاف، شوفوا إظهار الضعف، إظهار الخوف. فالجهل غالبته، تعافرت معاه الجهل هذا، أقاتله أحارب يعني. فالجهل غالبته. كملوا. والجهل من شيمي. وكأن الشاعر يعترف هنا بماذا؟ بأن الجهل من خصاله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اعترافه بهذه الذنوب التي ارتكبها. فالجهل غالبته والجهل من شيمي، وما يغالبني إذا أغالبه. معناها يعني هذا الشاعر يريد أن يقول يا الله هناك عاطفة واضحة جدا هنا في منتصف النص. شنو هي العاطفة؟ بدأت قبل منتصف النص، بدأت عاطفة، عاطفة الندم، عاطفة الحسرة، عاطفة الخوف. ولكن في بداية النص لا تظهر عاطفة، كانش عاطفة، خالي من العاطفة من فوق في بداية النص. ولكن وكأن البداية النص، نصف أول نص ما فيش عاطفة، لأن الشاعر هنا وش قلنا؟ يذكرنا بقدرات الله تعالى، وهذا لا يحتاج إلى عاطفة، هذا جانب تعليمي في شعر الزهد، جانب تعليمي، جانب يريد أن يعلمنا قدرات الله تعالى. فهمتوا المسألة ما فهمتوهاش؟ فهمتوا شعر الزهد؟ ولكن شعر الزهد مش بهذه الصعوبة، هذه هذا صعب، هذا هذا فلسفي. فهمين فهمين؟ هذا أصلا نص فلسفي. لماذا؟ لأن أصلاً هذا الشاعر ابن عربي شاعر فيلسوف متصوف زايد، أمين أمين. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي هنا يريد أن يذكرنا بقدر الله، بقدرات الله تعالى. معناه يا رب أنت قدراتك لا محدودة وأنا عبد ضعيف، لا من جاء منك إلا إليك، أنا إني أخافك. وبعد بدأ يقول العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم، بأسلوب غير مباشر يطلب ماذا؟ التوبة والغفران. لكن معي مكش معي. هل من سؤال؟ تفضل. وين العاطفة؟ دوكا على حسب السؤال كيف راح يوجهك. انا كاين هذا السؤال، كاين سؤالين، انا تعمدت في هذا النص ندير سؤالين. ما العاطفة الموجودة في بداية النص؟ هل هناك عاطفة؟ راح تقول اكيد نعم ام لا. مش خالي من العواطف، خالي من العاطفة في النص الاول من النص فقط، بصح من بعد كاين عاطفة، عاطفة الندم والحسرة والخوف من الله تعالى. فهمتوني فهمتونيش؟ جيد. السؤال الاول، ما الذي يريد الشاعر ان يعلمنا اياه في هذا النص؟
أن يريد الشاعر أن يعلمنا ماذا؟ أن الله لا محدود القدرات، معناها لا يعني مالك الملك. الله تعالى حينما تقوم الساعة، اسمع زين اسمع زين، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: إذا قامت القيامة وإذا كانت بيد أحدكم فسيلة فليغرسها. معناها عندك صدر فيك قرصة، معايا مكش معايا؟ كنت قد أشرت في الحصة السابقة أن ما هي العلامة الكبرى لقيام الساعة، العلامة الكبرى النهائية هي أن الشمس تشرق من هي، بمجرد ما تشرق الشمس من مغربها هذا يعني أن الكرة الأرضية قد توقفت وعكست الدورة تاعها. هي بمجرد أن تتمشي في سيارة 200 كيلومتر في الساعة وتصطدم تتوقف بسرعة عجيبة جدا، ما راح يصرى لك؟ راح تخرج من الكارو، راح يحصل لك حدث كبير جدا. هذا التوقف المفاجئ هو الذي يحدث انفجارا كبيرا. كاين يقول لك راح يجي مذنب يضرب كرة أرضية، لا يهمنا هذا، ولكن ذلك اليوم العظيم الذي يموت فيه الناس جميعا. اسمع زين، ثم ماذا؟ تموت فيه الملائكة جميعا، ثم ماذا؟ يموت فيه جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، يموتوا قاع. ثم من يموت؟ يموت ملك الموت. يقول له يا ربي اقبض روحك، يعني اقبض روحك. الله تعالى يطرح سؤاله المشهور، ما هو السؤال؟ لمن الملك اليوم؟ وين يكون الناس قاع موتوا ولا حيين؟ لا أحد، ولا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب، شو يقول عيطه؟ لله الواحد القهار. بمعنى الله تعالى لما يموت الناس جميعا وتموت الملائكة جميعا يطرحوا هذا السؤال: لمن الملك اليوم؟ من يجيب؟ لن يجيب أحد. فما ذلك بإنسان لا حول له ولا قوة. وقد حدثتكم أن نمرود هذا الملك العظيم الذي اتخذ نفسه ربا، تخيلوا معايا واحد جي به الجبروت والقوة أنه يتخذ نفسه ربا، قال أنا ربكم فاعبدون، عبدوني بالذراع وعبدوه الناس. تأتي بعوضة ناموسة تخلو منه يفوت تعشلو في راسه فتقتلوه. يا سيدي حقا راك انت رب، سلك نفسك قام من هذه البعوضة برك. فهمتوا فهمتوش؟ فرعون الذي طغى في الأرض وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ابني لي قال لي الهمان هذا قال ابني لي صرحا، علاه واش ندير بالصرح هذا؟ لعلي اطلع الاسباب. هذا تحدي عظيم جدا، وهذا الناس راحوا. تفضلي. نعم لكذلك. اذا نواصل السؤال الاول: ما الذي يعلمنا او ما الذي يريد ان يعلمنا شريعه تعتذر على الاطاله؟ ما الذي؟ ان الله مالك الملك ولا محدود القدرات، وهذا في قوله لا تحصى معارفه. يكفي لا تحصى معارفه، كافية جدا. لازم المثال ضروري. زميلكم سقساتني قالت لي هل من الضروري التمثيل؟ قلت لكم القاعدة الفلسفية وش تقول؟ عندنا ثلاث خطوات: الحكم، المثال، التعليل. كاين واحد القاعدة في الفلسفة وش تقول؟ هاكم تقراوها عند الشيخ صهيب، تقول لا تصديق، لا تصديق إلا بالدليل، ولا تكذيب إلا بالدليل مع الإتيان بالبديل. هذه قاعدة فلسفية مشهورة: لا تصديق إلا بالدليل، سواء في الأدب ولا فلسفة والشمعيات وغيرها من المواد. معناها تقول لي حاجة لازم تجيب لي الدليل عليه، متفاهمين؟ هذه القاعدة التي ننتهجها. السؤال الثاني: ما الدافع من نظم هذه القصيدة بسرعة؟ انتشار. هل هو الموجون؟ هل هناك في النص ما يشير إلى انتشار هو الموجون؟ هل هناك ديزن ديستنغويسيك؟ هل هناك إشارات لغوية؟ لا، موجود. موجود كلمة تشير إلى، موجود كلمة، هذه كلمة تعتبر نافذة إلى العصر. سنت العفو، العفو أولى بنا إن كنت ذا كرم. هذه النافذة الأولى. النافذة الثانية: الجهل الله يغفر، زيدوا. الجهل غالبته، جيد جدا. بمعنى هذه الإشارات اللغوية تدل على أنه كان هناك، نعم تفضل. هذه إشارة لغوية التي تدل أنه كان هناك ماذا؟ كان هناك جهل، وكانت هناك فواحش وغير ذلك. سؤالي بعده: الدافع من نظم هذه القصيدة هي جاءت كرد فعل على تيار له الموزون والتصدي للحملات الصليبية
ومحاولة إخراج الناس من غياهب الظلام. سؤال تعرف أو مكتوب ها؟ هذو يتحفظوا هذا؟ آه أكيد في ثلاثة. ثلاثة اثنين ربعة عادي. كان يدير زوج كان يدير خمسة كان يزيد من عنده. لك مطلق الحرية. المهم أنا الفكرة اللي لازم تجيبها لي هي أنك تعود تدور في فلك هذه الأفكار. تفضلي. تفضلي. سؤال موالي. انظر أبيات خلوه لي وقته خلوه. هل يشترط في الشعر التعليمي أن يكون خاليا من العواطف؟ نعم. هل حذر؟ هل يشترط في الشعر التعليمي أن يكون خاليا من العواطف؟ لماذا؟ هل يشترط أم لا يشترط؟ جواب نقطة ارجع للسطر. لا يشترط. هذه هي تحوس تراوغ. قالت لك أستاذ كيعود أمري لا يشترط إذا كان وصفي لا معناها أقدر كي هنا أنا فين الحال؟ لا لا يشترط أم يشترط بسرعة؟ لا يشترط. يشترط في شعر التمييز. ما قال لكش يشترط في شعر الزود. تقصيدك أنا على شعر الزود؟ على وش تقصيدك؟ راني نقصد لك في هذا معنا في المباشر. معناها يشترط أم لا يشترط؟ لا يشترط. جماعة ركزوا معايا ركزوا معايا. هو قال لك هل يشترط في الشعر التعليمي ان يكون خاليا من العواطف؟ يشترط. يا جماعه انا قلت لك شعر الزهد قلت لك شعر تعليمي يشترط ان يكون خاليا من العواطف. لماذا؟ لانه يعتمد على البساطه والوضوح والمباشره يعني اسلوب